انا بشوف انه مباراه خط سير منتخب كوت ديفوار ممكن يدينا برضو معنى مهم، انه بعد ما كانوا بره خالص في دور المجموعات قدروا ان هم يعني ينتهزوا فرصه ان هم تاهلوا ويكملوا في البطوله وياخدوا البطوله بظروف استثنائيه، يعني بظروف استثنائيه شبه ظروفنا. يعني احنا كان ممكن ده اللي حصل معانا، بس أيوه. هم في حالتهم هم المغرب هي اللي عملت بالزبط معاهم احنا اللي عمل معانا كده موزمبيق صحيح. فكان ممكن جدا، يعني اللي انا عايز اوصل له ان احنا كان ممكن اثناء البطوله نفسها حتى لو احنا مش في حالتنا الطبيعيه كان ممكن جدا نعدل المسار، وده بيحصل على فكره مع كل الفرق، انما بشرط وجود حد يعمل التاثير المعنوي ده ويغير ويعمل التاثير الفني كمان. ايوه للاسف ده ما كانش عندنا. يعني فيتوريا كان يعني تقريبا زينا بيتفرج. اه والله يعني الحقيقه وصف ايوه، ان هو ما عملش حاجه تخليه يستغل الفرص الهديه اللي جات له في نهايه دور المجموعات بانه هو بقى يعدل مساره في مباريات الاقصائيه. وبرضو يعني التغير اللي حصل على فريق كوت ديفوار يعني يطمننا ان احنا مش بعيد قوي برضو. اصل بعض الناس يقول لك الكره المصريه انهارت، لا مش انهارت ولا حاجه، يعني ما اقدرش اقول كده. امال مالها يعني؟ خلينا نتكلم كده، الكره المصريه ازمتها فين باختصار؟ ازمتها في الاول وفي الاخر اداريه بس. انا اتفق معاك، اداره الكره المصريه اتفق معاك مليون في كيف المية. تدار. فطبعا في حاجات كتيره جدا احنا على طول عايشين على قصه ايه، شويه مدرب اجنبي شويه مدرب لا انا عندي ازمه في القرارات، فشل القرارات اللي بتصدر تك تك أيوة. واحده وعكسها. وبعدين على فكره لو لاحظتي السنوات اللي فاتت كلها هتلاقيها هي سيناريو متكرر. اه طبعا نجرب شويه الاجنبي، وبعدين بعد ما يقرب يفشل او يجي او يفشل نقول ايه ده الفلوس اللي بياخدها كتير قوي دي خساره فيه. طب ما احنا كل مره نقع في نفس الغلطه. تقول لك ما خليه يكمل لان الراجل ابتدى مشوار، احنا نستنى لا ويجي بعد كده المدرب الوطني برضه يقعد شويه وبعدين نقول لا طب ما تشوفوا لنا مدرب اجنبي. يعني احنا لازم نستقر على الحكايه دي، حكايه مين اللي يدرب المنتخب. انا بشوف انه المدرب الوطني، واعتقد ناس كتير هتتفق معايا، المدرب الوطني هو الانجح مع المنتخبات الوطنيه. طب ليه ده ما انطبقش مع كابتن حسام وكابتن ايهاب جلال؟ ما هو لانه ما كان هما ما لحقوش يجوا عشان يروحوا. لا هما ما تمسكوش بفرصتهم. طب هو اتمسكوا ازاي؟ قالوا لا حد عيني ما لحقتش اعمل حاجه. لا ان هو له شروط معينه، مثلا عايز شكل جدول الدوري بطريقه معينه، هو اللي يطلب، ما حدش هيطلب لي. يعني وده يمكن بمناسبه المؤتمر الصحفي اللي هيعمله الجهاز الفني الجديد بقياده حسام حسن، ان هو المفروض برضو يحدد هو طلباته ايه وينسق مع جميع الاجهزه اللي موجوده في الاتحاد.